ليش عم تعيط هيك؟ ليش انت ما بتعرفي ليش عم عيط؟ غلطتي بشي حضرتك؟ عملتي شي خليني عيط هيك؟ جاوبيني دعاء. يعني برأيك انه انت لسه بحق لك تسألني مثل هيك سؤال بعد كل اللي عملته؟ هلا مو وقت النقاش. يعني انت بحق لك تخوني بس انا ما بحق لي ناقشك، ما هيك؟ انت ابدا معنك حيدر يلي انا كنت مستعدة حارب الكل وضحي بحياتي مشان، وانا ما عادت ابدا دعاء يلي كانت مستعدة تعمل كل شي بيطلع بإيدها لحتى ما تزعل. الظروف هلا تغيرت كتير وانا كمان تغيرت معها، وانت المسؤول عن هالشي. بعرف اني المسؤول عن كل الظلم اللي انظلمتي، وانا بعترف هاي الغلطة غلطتي، بتحمل كامل المسؤولية عنها. بحقلك تعاقبيني بطريقتك، رح اقبل هالعقاب شو ما كان يكون، بس غزل ما له دخل باللي صار. كيف قدرتي تعملي فيها هيك بيصير؟ ليه ضربتي يا قولي؟ يا الله شو عم بتقول؟ غزل انضربت؟ هالبنت المخادعة أذت حبيبتي غزل؟ مشان هيك أنا كنت قلقانة، كان عندي إحساس قوي إنه رح يصير لها شي مو منيح لبنتي الحلوة. طيب غزل وينه؟ أمي غزل؟ شو صار لك؟ شو هالحالة اللي انت فيها غزل؟ اختي قولي شو صار؟ ليش عم تنزفي؟ يا الله بنتي انت مجروحة وكمان جسمك متورم من الضرب، لو سمحت جيب عدة الاسعافات الاولية، بدي اقول للدكتور يجي. يا روحي انت شو هاد اللي عملتيه باختي غزل؟ مين مفكرة حالة دعاء هي؟ ما رح سامحها أبداً. خليه في مكانك. إذا بتقرب خطوة واحدة من أختي فأنا رح كسر لك رجليك، فهمت؟ سمعت شو قال لي؟ أول شي دعاء اتجرأت وضربت أختي غزل كل هذا الضرب، وهلأ أخوها عم يهددني؟ شو يعني ما حدا محترمنا بهي العيلة؟ شو بكون؟ ارجع! ارجع! انت يلي بلشت، انت تجرأت وقربت من دعاء اول. اوعك تعمل هيك مرة تانية، فهمان؟ وقال لحافظ بيتدخل بعدين اذا قربت، لانه اول شي رح تواجهني الي. الموازين انقلبت علي، شكله هذا غير ولاؤه. حيدر يا ابني شو صار لك انت؟ بعدين ليش عم بتبهدل اجاز؟ هو ما عمل شي غلط، هو شاف اخته انضربت بهالطريقه البشعه وما قدر يحميها، فالشي الطبيعي انه يعصب، صح؟
لقيتوا له للدكتور ولا لسه؟ جيبوا لي علبة الإسعافات. رح تضلوا واقفين ولا رح تعملوا شي حتى تساعدوها؟ شو صار لكم؟ يلا تحركوا. ما حدا فيكن آكل هم هالبنت، ما في شفقة بقلبن. أنا رح جيب علبة الإسعافات، ما حدا خايف على غزل وآكل هم غيري. كيف بتضربيها بهالطريقة بدون رحمة؟ خلص ما رح تتوجعي لك، حتى الحيوان ما بينضرب بهالوحشية. هالجرح هالوجع وهالدم كله ما رح يروحوا على الفاضي، الله رح يعاقبها على هالشي. اللي عملته دعاء قاسي كتير، بس شو عملت لك غزل لتعملي فيها هيك؟ كيف قدرتي تضربيها بهالوحشية هي؟ ولا كلمة هنا. شو مو ملاحظة كلامك عم بيأذيها؟ مو مشكلة يا ستي. جاوبيني على سؤالي، انت ضربتي غزل بهي الطريقة ولا لا؟ احكي. انت ضربتيها ولا لا؟ انت جرحتيها ولا لا؟ اذا انت اللي ضربتيها لغزل بهي الطريقة قولي لي ليش ضربتيها؟ جاوبيني دعاء. سألتك سؤال واضح، جاوبيني. حابب تعرف ليش؟ أكيد بدي أعرف. إذا دعاء قالت للكل هلأ إنه أنا حاولت أقتل أمها ولهيك ضربتني وعملت فيني هيك، فأكيد خطتي رح تفشل. لا لا، أنا لازم أوقفها بسرعة وما خليها تقول الحقيقة. طيب حيدر، رح أقلك ليش ضربت غزل هالضرب كله. الحقيقة ما بدنا نسمع دعاء.